هو مسموح له انه يحط قوات في المنطقة اللي عنده بتاعت اللي هي محور فيلادلفيا اللي هو محور صلاح الدين؟ اتفاقية كام ديفيد بتقول ايه من الناحية الاسرائيلية؟ يعني انا وريت حضراتكو الاتفاقية من الناحية المصري، من الناحية الاسرائيلي هل مسموح للاسرائيليين ان هم يحطوا قوات على الحدود بتاعتنا؟ هل مسموح للاسرائيليين ان هم يدخلوا منطقة رفح بقوات؟ ايه الاتفاقية بتقول ايه؟ الدكتور عماد جاد مستشار رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اهلا بيك يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ عمرو. عايزين بس يعني جزء علمي كده، هو مسموح له انه يحط قوات في المنطقة اللي عنده بتاعت اللي هي محور فيلادلفيا اللي هو محور صلاح الدين؟ لا، مش مسموح له، لانه لو حضرتك عرضت الاتفاقية، سيناء متقسمة لثلاث مناطق ألف وبه وجيم، ووفق الاتفاقية في دال ده داخل الحدود الإسرائيلية. هذه المنطقة اللي هي محور صلاح الدين أو محور فيلادلفي ليس فقط بس ال 14 كيلو اللي مع قطاع غزة، لكن إجمالي طول الحدود المصرية الإسرائيلية على الجانب الإسرائيلي وجانب قطاع غزة توجد المنطقة دال. هذه المنطقة محددة القوات، محددة بدقة، عدد محدد من الجنود وعدد محدد من العربات المدرعة، يعني بنتكلم في تقريبا على ما أتذكر 15 أو 20 عربية مدرعة، لكن ما فيهاش لا دبابات ولا صواريخ ولا مدفعية ولا طيران يدخلها. وبالتالي أي تواجد للقوات في هذا المحور يعني انتهاك لمعاهدة السلام، في حين أنه الاتفاقية فيها بند بيقول أن أي تعديل في أي وضع للقوات يتطلب موافقة الطرفين، يعني لازم الطرفين يتفاوضوا ويوافقوا ويوقعوا هما الاثنين. يعني احنا كان عندنا في المنطقة جيم 450 عسكري بموجب كامب ديفيد. لما انسحبت اسرائيل من قطاع غزه سنه 2005 وصلنا لاتفاق مع اسرائيل ان احنا نرفعهم ل 750 عسكري فقط لا غير، بتسليح شخصي وممنوع طيران وممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا. فاحنا احترمنا ده، عشان كده نفهم الكلام الترويح المصري بانه دخول محور صلاح الدين او محور فيلادلفي قد يؤدي إلى تجميد معاهدة السلام، لأن هنا بيعتبر انتهاك إسرائيلي للمعاهدة دون موافقة مصر. وبالتالي أيضا لو تم دفع الفلسطينيين إلى الحدود المصرية أو إلى شمال سيناء يعتبر انتهاك للمعاهدة وللاتفاقية، وأيضا يمكن أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في العلاقات المصرية الإسرائيلية، ليس فقط التوقف عند حدود تجميد معاهدة السلام والعودة لأجواء ما قبل 79، وهو أمر لا يمكن على الإطلاق لإسرائيل أن تتحمله، لأنه زي ما بنقول في فصائل فلسطينية بتستغل الورقة، في فصائل أزرع لإيران بتستغل القضية الفلسطينية وعمالة تضرب صواريخ وكذا وكذا. لو حصل اشتباك او صراع مسلح لا قدر الله بيننا وبين اسرائيل، هيبقى جيوش نظاميه، عندنا بحريه، عندنا قوات جويه، عندنا كذا. استاذ عماد، دكتور عماد، هي ممكن تبقى حرب ازاي؟ اصل انا مش قادر افهم الحرب دي هتبقى شكلها عامل ازاي، اللي هو مين هيضرب فين. يعني اقصد ناس كتير قاعده بتتكلم في الايام اللي فاتت ديت عن اندلاع حرب وطبول الحرب، هو يوم ما يحصل هيحصل فين؟ يعني هو مفيش جبهة، هو مفيش ممكن يبقى في مكان في معركة. هو لو حصل وأنا بستبعده تماما، يعني مش كده؟ مش بستبعده تماما، يعني هو شبه مستحيل. صح. وأنا في لقاءات كتير مع فضائيات عربية، وكان في إسرائيليين يعني مسؤولين استخباراتيين سابقين وغيره بيتكلموا من سابع المستحيلات ان احنا نفكر في سيناريو من هذا النوع، ومع علاقتنا بمصر استراتيجية ولا يمكن ولا يمكن. لكن انت قدامك حكومة متطرفة قتلت واصابت حوالي 100,000 لغاية دلوقتي. منطقة رفح، متعرف رفح مقسومة في جزء طبع مصري وجزء فلسطيني. الجزء الفلسطيني ده 155 كيلو، يعني حاجة صغيرة فيها 1,300,000. لما تبدأ تدخل قواتك البرية، ما انت هتعمل مجزرة،
وقد يعني تدفعهم دفعا للحدود المصرية. ده لو فقدت إسرائيل عقلها وفقد نتنياهو عقله، يمكن لأي سبب من الأسباب أن يحدث تراشق، مش لازم حرب معلنة ورسمية، يحصل احتكاكات وتراشق وكذا. انت عارف احيانا لما يبقى في توترات ضخمه استاذ عمرو، احيانا المواجهات تندلع نتيجه اخطاء او نتيجه حدث غير متوقع او حدث غير مش جاي من الدوله. يعني شراره يعني خلاص. يعني هذكر حضرتك بانه كانت العلاقات متوتره بين الدول سنه 1914، وكانت النمسا فيها مشكله مع روسيا ومع صربيا، فقام واحد مجنون من صربيا من البوسنة قتل ولي عهد النمسا هو بيزور البوسنة، فالنمسا أعلنت الحرب على صربيا، روسيا أعلنت الحرب على النمسا، ودخلنا في حرب 5 سنين من 14 ل19 من القرن قبل الماضي، القرن الماضي. وبالتالي أيوة، بس احنا يعني فاهمين برضو أنه مهما كان نتنياهو مجنون هو لا يحكم وحده، يعني برضو إسرائيل فيها ما جيش وفيها شباك وفيها موساد وفي يعني في أشياء كثيرة ما تخليهوش حر الـ يعني الـ القرار. يعني لا، هو حتى لو حر القرار يا أستاذ عمرو هو سياسي براجماتي، يعني مش هيدخل في مغامرة زي دي وبيلوح قدامه أنه ممكن لو عمل تسوية سياسية مع منظمة التحرير ممكن يحصل تطبيع مع الدول العربية وإسرائيل تتحول لدولة طبيعية في المنطقة. لكن هو بيستغل ما جرى في 7 أكتوبر وبينتقم من قطاع غزة ومن حركة حماس تحديدا. وأنا أتصور أن بصراحة شديدة لو سمحت لي أن حركة حماس لا تتعامل بالواقعية السياسية بشكل كافي، وهناك انفصال ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، وبالتالي ممكن نسقط كل حجج وأوراق نتنياهو لو استمعوا للمقترح المصري ثم القطري بوقف إطلاق نار وخروج قادة حماس العسكريين وتسليم الأمر لمنظمة التحرير. هنا لن يقدم على اجتياح رفح خلاص، يعني تفكيك البنية العسكرية لحماس. وخلينا نكلم، يعني مش لازم المقاومة تبقى مسلحة، المقاومة أو أدوات المقاومة متنوعة وهي أدوات وليست غاية في ذاتها. حينما يكون ثمن الأداة أكثر من مكاسبها بس سبتلها بأداة تانية. غاندي حرر الهند بالمقاومة السلمية، مانديلا قعد 27 سنة في السجن وحرر جنوب إفريقيا. فأقصد أنه لو ما كانتش بتتحرك بإيديولوجية ومتأثرة بقوة إقليمية يمكن إسقاط كل ذرائع ومبررات نتنياهو ومنع اجتياح رفح عبر تواصل القيادة العسكرية لحماس مع قطر على الأقل لعلاقاتهم قوية جدا فيها، ويقولوا احنا مستعدين نخرج خروج آمن لفترة معينة وبعدين يشكلوا حزب سياسي. يعني سلموا منظمة التحرير التفاوض، بما انك انت راجل ايديولوجي ومش بتاع مفاوضات مع إسرائيل، خلاص سلم اللي مستعد يتفاوض وهي منظمة التحرير، وبعدين اعمل حزب سياسي وادخل انتخابات.